كما تشكل هذه التظاهرة مناسبة لإبراز الدور اللوجستيك في توسيع آفاق التكامل والنمو الاقتصادي والمساهمة في إدماج الجزائر في القضايا الراهنة المرتبطة بتطور قطاع اللوجستيك على المستوى الدولي. وفي ذات السياق وسعياً منها لتشجيع المنافسة الاقتصادية، كما أن الخدمات اللوجستية تعتبر عاملاً مهماً في القدرة التنافسية، والتي بدورها تشكل نواة مركزية لترقية الصادرات المحلية في ظل توجه الحكومة لسياسات تصديرية خارج المحروقات. اليوم الحضور تاعنا في اللوجستيك يعود كرنا كشريك كمديرية عامة رائدة في مجال الشحن والنقل الاستثنائيين. احنا نشغل في عدة نشاطات، عدة مجالات، اذكر منها مجالات النشاطات في المجالات الطاقوية او الصناعية. والمشاركة تاعنا جينا باش نبينوا الخبرة تاعنا ونتكلموا مع الزبائن تاعنا على كل هاد التغيرات التي صارت في صنع الغاز، وباش نقول لهم بلي مازلنا في الخدمة، وكل التغيرات هذه تأتي باش نكونوا أكثر قوة وأكثر نجاح وأكثر كفاءة إن شاء الله.